السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بتلاميذ وتلميذات الأعزاء إلى قلبي، حبايبي الحلوين، تلاميذ الصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني مادة التربية الدينية الإسلامية. سنتناول اليوم المحور الثالث بعنوان كيف يعمل العالم، الموضوع الثالث العبادات، الدرس الثاني الحج. سنتناول في العبادات الحج. الحج احنا عارفين ان الله عز وجل فرض علينا الحج، وان الحج ده من اركان الاسلام الخمسه. احنا اتفقنا مع بعض وكذا مره بكرر سنه اولى ان اركان الاسلام كم ركن؟ خمس اركان. اول ركن اللي هو الشهادتين، شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، اقامه الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. تمام، حج البيت لمن استطاع اليه. الحج ده فرض على المسلم القادر العاقل. يعني ايه عاقل؟ عاقل يعني يملك العقل، بيفكر، يعرف الصواب من الخطا، عن قادر جسم، قادر صحيا انه يستطيع اداء مناسك الحج يا سنه اولى. تمام، بيكون قادر ماديا وقادر صحيا. تمام، مش اي حد يقوم بهذه الفريضه لانها طبعا تتميز بالمشقه وتتميز بالتعب. هيا بنا نتعرف على اركان الاسلام مره اخرى. من اركان الاسلام الشهادتان، وهي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اقام الصلاه، اقام الصلاه لان بؤدي الصلاه كامله في اوقاتها واؤديها كامله. ايتاء الزكاه، انا لازم اؤدي الزكاه المفروضه عليا، لان الزكاه دي فرض على الفقراء، على الغني نحو الفقراء. صوم رمضان، يجب علينا من كل عام ان نقوم بصيام شهر رمضان. حج بيت الله اللي هو حج الى بيت الله اللي احنا سنتناوله اليوم، اللي هو الذهاب الى الكعبه، زياره بيت الله الحرام اللي هو في مكه المكرمه الكعبه. يلا بينا نتلو هذه الايات. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني الله يطلب من الناس حج البيت، الحج إلى بيت الله الحرام. بص الله عز وجل، من استطاع إليه سبيلا، يعني من يقدر على الحج، من يقدر على أداء فريضة الحج، من قدر واستطاع. فدين الإسلام دين يسر وليس دين عسر. فالله عز وجل قال لنا من استطاع، يعني من قدر ماديا وقدر صحيا. لان طبعا في ناس كبار في السن ما يقدروش يقوموا بمناسك الحج، لان مناسك الحج فيها مشقه وفيها تعب. فيجب الانسان الذي يقوم بالحج ان يكون قادر ماديا وقادر صحيا، يكون جسمانيا قويا. طيب يلا بينا. الحج هو احد اركان الاسلام. طيب اي لبس كده نلبسه في الحج؟ لا، بنلبس ملابس معينه. اولا الحج، حج الناس الى مكه المكرمه، تبدا مشاعره يعني اعمال الحج بارتداء ملابس الاحرام، وهوريها لكم دلوقتي. ينفع البس الرجل يرتدي قميص وبنطلون ويروح للحج؟ لا، كانه رايح المسجد. طب ينفع السيده انها ترتدي اي عباءه مهما كانت لونها وتذهب لاداء فريضه الحج؟ لا لا، في ارتداء ملابس معينه تسمى ملابس الاحرام، ويقوم بترديد عبارة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك يعني يا رب استجب، يا رب استغفر لنا، فأنك لا شريك لك، من لا ليس لنا إله سواك، يا رب أنت الواحد الأحد الذي لا شريك لك. فالحج بيحج الناس إلى مكة المكرمة، وتبدأ مشاعره بارتداء ملابس الإحرام. يصل الحاج إلى الكعبة ويطوف حول الكعبة سبع مرات بدءا من الحجر الأسود. يبقى تاني، يصل الحاج إلى الكعبة ويطوف كم مرة؟ سبع مرات. يطوف كم مرة؟ يطوف سبع مرات بدءا من الحجر الأسود، بدءا من الحجر الأسود، ويشرب ماء زمزم. طب إيه حكايتها ماء زمزم؟ يا سنة أولى إن قبل كده في حكاية جميلة جدا أكيد تركت على أذانكم، أن سيدنا إبراهيم كان متزوج من السيدة هاجر المصرية، وأنجب منها سيدنا إسماعيل وكان صغير السن. تركها في مكان صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. طبعا المكان ما فيهوش أصلا إنسان يعيش فيه، ما فيهوش نبات، ما فيهوش ماء. طب هو سابها كده لوحده؟ لا،
ده كان امر من الله عز وجل ان يترك هي وابنها الرضيع، وكان يصرخ من شده العطش. فماذا كانت تفعل السيده هاجر المصريه؟ كانت تسعى بين الصفا والمروه، بين جبلين، جبل يسمى الصفا والجبل الاخر يسمى المروه. كانت تسعى حوالي 7 مرات، في كل مره تبحث عن الماء، حتى اذن الله سيدنا جبريل الموكل بالوحي ان يضرب برجليه او بقدميه الارض حتى انفجرت منها عين زمزم فشربت من ماء زمزم. فنحن بنطوف 7 مرات اقتداء بالسيده هاجر التي كانت تطوف 7 مرات تصعد لهذا الجبل، والجبل هذا 7 مرات، تمام، اقتداء بالسيده ايه هاجر، ويشرب من ماء زمزم، يبقى يصل للحاج. الى اين احنا بنحج؟ لفين؟ مكه المكرمه في الكعبه. ويطوف حولها كم مره؟ 7 مرات، بدءا من الحجر الاسود، ويشرب من ماء زمزم، ثم يسعى بين الصفا والمروه كم مره؟ احسنتي. ثم يذهب الحاج الى منى. هيا معا نستمع الى مناسك الحج. قبلها طبعا انا وضحت لك منى. طب يشمعنا بيذهب الحاج الى منى؟ ليتعارف الناس الى بعضهم. سنه اولى، هو الناس كلهم بيجوا مثلا كلهم من مصر؟ كل الحجاج بيأتوا من بلد واحد من مصر؟ جميعهم يأتون من السودان فقط؟ لا، ده من جميع أنحاء العالم، من بلدان مختلفة، يعني أجناس مختلفة ولغات مختلفة. فالله عز وجل بيجعلهم يجلسون في منى، يذهبوا لمنى حتى يتعرف الناس إلى بعضهم، يتحدثوا مع بعضهم، ثم يذهبوا للوقوف بعرفة جميعهم، لا فرق بين أسود أو أبيض، لا فرق بين غني أو فقير، كلهم يقفون ويدعو الله ويستغفروه طوال اليوم، ويحتفل المسلمون بعيد الأضحى. الحج ده بيكون فيه في شهر اسمه ذي الحجة. شهر اسمه ايه؟ ذي الحجة، اللي هو فيه عيد الايه؟ عيد الأضحى، اللي هو العيد الكبير يا سنة أولى، اللي طبعا بنذبح فيه، اللي هو بنقدم فيه الأضاحي. بعد انتهاء الحجيج من الوقوف بعرفة، تعالوا نشوف مناسك الحج. مناسك الحج اللي هي أعمال الحج. اول حاجه في مناسك الحج اهو ارتداء ملابس الاحرام. اول حاجه في مناسك الحج ارتداء ملابس الاحرام. شايفين ملابس الاحرام عامله ازاي؟ ادي الرجل اهو، بصوا شايفين الرداء بتاع الرجل؟ طبعا بيكون ايه، لا يرتدي اي ملابس غير هذه الملابس، لا يرتدي الا هذا الرداء الابيض الذي يحد من عند رقبته، ادي زي ما احنا شايفين، وايه وذراعه ايه ظاهر امامنا، تمام، ويقوم بايه بارتداء ايه خف بسيط جدا. طب السيدة ترتدي حجاب وعباءة بيضاء، يبقى الرجل يرتدي ايه رداء ايه ابيض، بيكون مش لابس غيره، يعني مفهوم مش لابس اي ملابس مخيطة، ما لم يرتدي اي ملابس مخيطة، تمام يا سنة اولى. طيب ان السيدة ترتدي عباءة بيضاء وحجاب لا يظهر منها غير وجهها ويديها، يبقى اول من مناسك الحج الاحرام، تمام. طواف القدوم، يعني ايه طواف القدوم؟ اول حاجه بقى بيروحوا يزوروا الكعبه، احنا ما بيجي لنا ضيف بن ايه بنعمل له ايه؟ بنقدم على ايه؟ على ترحيبه، بنرحبه، بنرحب بيه، بنقول له تفضل. احنا بقى بنرحب بالايه؟ بالكعبه، بيت الله الحرام. داخلين بقى بدايه دخولهم، لو بعد طبعا خلاص لابسين ملابس الاحرام، داخلين بقى طواف القدوم اللي هما بيقدموا على ايه؟ الكعبه، اللي هو زياره ايه؟ الكعبه، زياره الكعبه. الكعبه دي موجوده فين؟ مكه المكرمه. احسن. تالت حاجه السعي بين الصفا والمروه، وهما جبلين. كانت تسعى من الصفا للمروه السيده مين؟ السيده هاجر المصريه. احسنتي، تمام. ادي الصفا، ادي جبل الصفا وجبل ايه المروه، الجبل بيكون اعلى من كده. كانت طبعا العناء رهيب طبعا شديد عند صعود هذا الجبل وهذا الجبل، جبل الصفا وجبل ايه المروه. المبيت في منى، واتفقت معاكي، ادي مبيت. طبعا لا يوجد في منى طبعا فنادق او مثلا شقق، لا، فبيعملوا ايه؟ بيقوموا بنصب خيام. ليه؟ لانهم بيباتوا في منى، بيباتوا في منى، فهيباتوا ازاي؟ فعاملين خيام عشان تحميهم من اشعه الشمس. بعد كده خامس حاجه الوقوف بايه؟ بعرفه. طيب ليه الوقوف بعرفه؟ على فكره الحج عرفه، الحج عرفه، يجب علي اهم حاجه من اركان الحج او من مناسك الحج الوقوف بعرفه. العرفه اللي هو الوقفه بتاعت العيد الاضحى، عيد الكبير، اللي بيكون اليوم التاسع من شهر ذي الحجه، بيقف بعرفه. طيب يشمعنا عرفه يا سنه اولى؟ عرفه الجبل الذي عرف الله عليه سيدنا ادم بسيدتنا حواء. هذا الجبل الذي عرف عليه سيدنا ادم ستنا حواء، اللي هو ايه؟ جبل عرفه. المبيت في مزدلفه،
يبقى هما بيباتوا فين وفين كده؟ في منى والمزدلفة. ليه؟ عشان يتعرفوا على ايه؟ على بعضهم البعض. تمام. برضو بيقيموا بايه؟ بيقيموا الخيام ويقوموا من الضياع. ليه؟ عشان هيباتوا في المزدلفة. سبعة، رمي جمرة العقبة، اللي هو طبعا القاء ايه، كانهم يلقوا ايه، يقوموا برجم الشيطان الرجيم، رجم الشيطان الرجيم اللي هو ابليس. يقوم الحجاج برمي الجمرات. تامن حاجه الهدي، الهدي اللي هو طبعا الذبح، ذبح الايه، الاشاة، غنم او على حسب مقدره كل انسان. طبعا الهدي هو ايه، الذبح. طيب تاسع حاجه الحلق او التقصير. الحلق بيكون للرجل والتقصير للسيده. يعني ايه؟ تلاقي معظم الحجاج جايين حالين كل شعرهم، مش معظم، كل شعرهم، لان هي دي طبعا من مناسك الحج. التقصير ان السيده لازم تقصر شعرها شويه، تقص شويه، مش معقول السيده هت ايه هتقص شعرها كله. عاشر حاجه من مناسك الحج طواف الافاضه. طواف الافاضه بيذهبوا الى الايه، الى الكعبه مره اخرى، يقوموا بطواف الافاضه، بيطوفوا تاني. بعد كده اخيرا حاجه ال 11 هي رمي الجمرات مره اخرى. 12 خلاص، واخر حاجه من مناسك الحج اللي هي طواف الوداع، بيودعوا بقى الكعبه، بيستغفروا من الله عز وجل، يطلبوا منه العفو والصفح عن ذنوبهم. تمام. يبقى تقدري تفكريني كده بمناسك الحج؟ الاحرام، طواف القدوم، السعي بين الصفا والمروه، المبيت في منى، الوقوف بعرفه، المبيت في مزدلفه، طواف الافاضه، رمي جمره العقبه، طواف رمي الجمره، رمي الجمرات، وطواف الوداع. احسنتي. يلا مع بعض نحل معادله الاسئله. يحج الناس الى مكه المكرمه. يحج الناس الى مكه المكرمه. نطوف حول الكعبه سبع مرات بدءا من الحجر الاسود. يبقى يحج الناس الى مكه المكرمه، نطوف حول الكعبه سبع مرات بدءا بالحجر الاسود، نشرب من ماء زمزم. تمام. نحتفل بعيد، نقعد بعد الوقوف بعرفه، عيد الاضحى. احسنتي، بارك الله فيكي. ضع علامة صح أو خطأ. علامة صح أمام الإجابة الصحيحة، علامة خطأ أمام الإجابة الخاطئة. الإحرام من مناسك الحج صح. اتنين، نطوف حول الكعبة ست مرات غلط، سبع مرات. الحج يعلم الصبر صح. نحتفل بعيد الفطر بعد الوقوف بعرفة غلط، عيد الأضحى. أحسنتي. مع سؤال المتفوقين اكمل. تبدا اعمال الحج بارتداء ملابس، نقط بعد. يبقى تاني، تبدا اعمال الحج بارتداء ملابس، نقط. اتمنى ان تكونوا استفدتوا من الدرس وتعلمتوا حاجه جديده، اللي هي مناسك الاحرام. يا رب كلنا يتكتب لينا يا رب الحج لبيت الله الحرام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.